هذا وين المخدرات ما في بالهم ابو رشا عدو هو خصمهم يعني شهادة الخصم على الخصم لا تقبل ما تقبل لا تقبل لكن ما اثبت عليه المخدرات لا هو ولا اخر قتل ما اثبت عليهم شيء ابدا قتل كمان في دعاوى قتل انه لا قتلوا زهير قتلوا لا قتلوا لا قتلوا اخر شيء ما في بينات ابدا السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله يا أخي. والله للأسف بالفعل كان هناك لقاء وكانت هناك أسئلة وكنت أجيب على الأسئلة في أشياء كانت صحيحة وفي أشياء لم تكن صحيحة ولكن هذه التسجيلات الصوتية مجزوءة للأسف ما كان فيها تبرئة ل أبي عمشة وجماعته هذا نشر ولكن ما كان فيه إدانة لم ينشر.